احنا عندنا المحاضره الجايه راح تكون دكتوره زينب راح تنطينا عن الكورتيزونز. احنا تدرون يعني الكورتيزونات مينيرالوكورتيكويد والكورتيكويد ودخلت في الكوفيد، فلازم نعرف كل وحده شنو، كل كلاس شنو، وشنو الاكشن مالته، شلون حيكون السايد افكت شنو، وشلون حنستخدمها في خارج الكوفيد وفي الكوفيد. فما اعرف ان شاء الله هي بعد ما اعطتني موعد، كان يعني الموعد المبدئي هو باكر الخميس، ولكن احنا لانه صار تزحيف لان هاي المحاضره كان على اساس نقدمها الجمعه الفاتت، بس لانه دكتوره امنه اخوها كان مصاب فقلنا شويه نزحفها لما تاخذ راحتها ويا ولو هي خطيه، قالت حتى لو يعني ما يهم بس لا لازم نراعي ظروف الناس. فخلي نشوف، الله يخليك، اليوم نخابرها الدكتوره زينب ونشوف شو وقت المحاضره الجايه ونعلن عنها. خلي اشوف زين شو عمتك ماكو والله ما خابرها، خلي انا خابرها اقولها ادري غير تناصريها البنتك مو بنتك ذات بنت. والله هي كلش ساعدتني والله دكتوره زينب، ابد ما تقصر والله. انتوا كل يعني فد هاد جروب كلش حلو، واحد احسن من الاخر. تسلم دكتور وجودكم الله يخليك. خلينا نشوف زينب وينها. زينب 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 السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا دكتورة زينب، شلونك؟ شلونك عيني دكتور، شلون صحتك؟ أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. دكتور وليد within 2 minutes بس حتى تصير يعني هسه بالخمسة وثلاث دقائق within 2 minutes بس حتى خاف مثلا واحد مدى يقدر يدخل كذا، لأن تذكر ذيك المرة صارت أكو ناس ما قدرت تدخل شوية حتى لين تأخر، بس 2 minutes تمام. المحاضرة الجاية شو وقت الدكتور وليد؟ والله قلت لك دكتور حيدر المفروض كان هاي المحاضرة يوم الجمعة الفات، والمحاضرة الجاية اللي عن الاستيرويدز يوم الخميس اللي هو باكر، فأنا اليوم راح أتأكد من دكتورة زينب شوف شو وقت، إذا قالت باكر أوكي ما عندنا مشكلة. إحنا صارت خمسة وخمسة فخلي نبلش،
أوكي. بسم الله على بركة الله نبدأ محاضرتنا اليوم. الحقيقة موضوع استعمال الانتيبايوتكس بالآي سي يو فد كورنر ستون، ولازم كل الانتنسيفست عندهم فكرة جيدة عن هذا الموضوع في كافة الكيسات اللي تدخل، يعني يدخل الانتيبايوتك. وموضوع الانتيمايكروبال ريزيستنس فد مشكلة، ومثل ما تعرفون أكو انتيمايكروبال ستيوارشيب يجب أن يطبق بشكل مرتب. اليوم دكتورة آمنة راح تحكي لنا على الانتيمايكروبال ريزيستنس اللي هي جزء أساسي في لازم يعرفه الطبيب حتى من يتعامل ويا الانتيبايوتكس حتى يتجنب الريزيستنس وحتى لا يصير عنده كلينيكال فيلير. دكتورة آمنة الستيج از يورز. نعم شكرا. السلام عليكم، أنا صيدلانية متدربة سنة ثانية آمنة مهدي بالآي سي يو غازي حريري. اليوم نحكي شوية عن الأنتي مايكروبيال ريزيستنس كإمرجنس، أنه هسه إحنا شنو بدنا نتعرض له والخطوات اللي أخذت عالميا حتى محاربتها، والأنتيبايوتكس الجديدة بالبايبلاين حاليا بالسنوات السابقة طلعت واللي إن شاء الله مستقبليا تطلع. نبدي بداية أنه الانتيمايكروبيال ريزيستنس هي الـ WHO عرفتها كوحدة من أعظم ثلاث مخاطر تحدد صحة الإنسان، خصوصاً عندنا الإسكيب باثوجينز اللي هما الانتيروكوكاس، ستاف أورياس، الكليبسيلا نيومونيا، السينيتو بكتر، السيدوماناس، والانتيرو بكتر سبيشيز. خصوصاً ثاني الباثوجينز اللي هم أكثر باثوجينز ما تشتغل عليها الأنتيباتيك الحالية، هي تسوي ريزيستنس ميكانيزم كلش قوية وكلش إكستنسيف. نتيجة لهذا إذا استمر أنه الأدفانست انترفنشنز الحالية كلها راح تصير امباسيبل، العمليات الجراحية، الكير فور نيونيتس، السيزيريانس، كل شيء ممكن يصير، كل شيء بسيط راح يصير شيء معقد نسبة للإنفكشنز اللي راح تصير. حاليا المقدر أنه الـ AMR هو دا يقتل 700,000 شخص سنويا حول العالم، ومتوقع خلال 2050 أنه يوصل هذا الرقم إلى حوالي مليون شخص، اللي هو فشي كلش يعني مهين نسبة للـ يعني إن شاء الله باقية. فحتى محاربة اللي دا يصير، الـ IDSA اللي هو Infectious Disease Society of America بالإضافة للـ WHO ومساندة الـ FDA طلقوا مبادرة سموها 10 في 20، 10 by 20، اللي هي تهدف إلى إنتاج 10 antibiotics new effective و safe حلول سنة 2020. الـ FDA حسرع بالإنتاج مال الـ pipeline حتى نقدر نبدي باستعمال هذه الـ antibiotics. هذا بالإضافة للأنتيمايكروبيال ستيوارتشيب، هم هذين حيكونون لهم شوية تأثير بخفض الأنتيمايكروبيال ريزيستنس. نحكي شوية عن الستيوارتشيب، هي مولتي ديسبلينري كوردينيتد انترفنشنز ديزاينت تو امبروف اند ميجر ذا ابروبريت يوز اوف أنتيمايكروبيال ايجنتس to promote the selection of optimal antimicrobial regimen including dosing, duration, route of administration. يعني أنا عندي interventions معينة راح أستعملها حتى أحسن من استعمالي للأنتيبايوتكس، هذا راح تقلل لي السايد إفكتس مال اللي راح تصير مال الأنتيبايوتكس، حتقلل لي من الريزيستنس وحتسوي لي optimal use للأنتيبايوتك. طبعاً حيتكون التيم ماتي من infectious disease physician، clinical pharmacist، clinical microbiologist، information system specialist، infection control professional، والepidemiologist. طبعا هاي احنا الستيوارتشيب هي موجودة بمستشفانا بالآي سي يو مالتنا، نعقد احنا ميتنج كان كل أربعاء حتى نناقش الانتيبايوتكس للpatients، فبحيث دائما يكون اكو متابعة، دائما يكون اكو تنظيم. على مود هذا اكو تو استراتيجيز نقدر نستخدمها، يا اما توجذر يا اما كل واحده منفصله. اول واحده اللي هي باك اند استراتيجي اللي هي تعتمد على الفيدباك، يعني انا عندي البيشنت اول ما يدخل للمستشفى راح يحطوا له امبيريك ريجيمين مال انتيبايوتيك، مره براها يجي هذا الستيوارتشيب تيم راح يسوي ريفيو للانتيبايوتيك مالته
وبناء على كلينيكال داتا، على الحالة مال المريض، على الكلتشرز اللي راح تطلع كلها راح يسوولها بعدين adjustment. هاي تفيدني الادفانتج مالتها هي فشي اسمه دي اسكليشن. الدي اسكليشن انه اني اقلل بالانتيبايتيك مالتي، يا اما اقلل من الكومبينيشن الى مونوثيرابي، يا اما اقلل بالدوز، يا اما اقلل من برود سبيكترام اسويه الى فد نارو سبيكترام فشي سبيسيفيك بناء على الكالتشر اللي تطلع لي. فهذا الانترفينشن كلش حلو وكلش يعني استعمال كلش حلو، فوائده كلش زينه، يقلل لي من الريزيستنس لان انا حقلل من الانتيبايتكس اللي عندي. استراتيجي الثانيه اللي هي الفرونت اند او يسموها بري بريسكريبشن، انه انا عندي من البدايه انتيبايتكس معينه احط عليها اوثرايزيشن، يعني احط عليها اوثرايزيشن انه انا هذا الانتيبايتكس ما حد يستعملها بدون موافقه من شخص، اللي هي تستعمل حاليا بمستشفانا ويعني عموما بنظام العراق، اللي هي مثلا الميرونين، انه انا احتاج فد اوثرايزيشن معين حتى ابدي استعملها، مو مثل بقيه الانتيبايتك. هي هاي الطريقه هم زينه، اسوي ريستريكشن على فد انتيبايتكس اللي هي البرود سبيكترام اللي اخاف تطلع منها الريزيستنس، لكن راح تخلي الضغط على الانتيبايتكس الباقية حيصير عليها ضغط واستخدامه بأماكن غير صحيحة. فأنا أقدر هاي طريقتين أستعملهن بنفس الوقت، أخلي authorization على الانتيبايتك القوية وأجي أسوي وراها الباك إند استراتيجي، أجي أسوي ريفيو للانتيبايتكس اللي محطوط. نحكي شوية عن الريزيستنس ميكانيزم، أنا ما راح أحكيها كلها، هاي مجرد كمختصر كجدول. إحنا اللي يهمنا حالياً واحدة من يعني أكثر الريزيستنس ميكانيزم اللي هي مشكلة يعني صعبة حالياً هي البيتا لاكتيميز، واللي المكافئة إلها هي الأمينو جلايكوسايد موديفاينج إنزيمز. إحنا حالياً المحاضرة حنركز أكثر شيء على البيتا لاكتامز ويا شوية على الأمينو جلايكوسايد، بعدين على التتراساكلين، لأنه حنحكي عن الأدوية اللي هي طلعت اللي هي أكثريتها من هاي الكلاسات. بالنسبة للبيتا طبعاً أكو ميكانيزمز مشابهة بكل الجروبات، مثلاً اللي هي الإفلكس، إنكريست إفلكس، أنه البكتيريا طلع الأنتيبايتيك ماتي من الخلية. هاي تقريباً كل الكلاسات هي بها هذا الريزيستنس ميكانيزم. شوية نشوف عن البيتا لاكتيميز. نحكي شوية كيمستري عن البيتا لاكتام. البيتا لاكتام اللي هي بنسيلين السيفالوسبورين والكاربابينمز، هي أخذت اسمها من هاي الرنج بيتا لاكتام الرنج، اللي هي رنج رباعية متكونة من نيتروجين مع الكربونيل. هاي الرنج بسبب هاي اليونيك ستركتشر مالتها، أكو بسبب هاي الزوايا الحادة مالتها اللي هي القائمة العفو 90 درجة، هاي حتسوي لي الكترون دنسيتي، حتزيد من الرياكتيفيتي مال الحلقة، ولهذا هي البنسيلينز كأنتيبايتك العفو البيتا لاكتامز كأنتيبايتك حلوة لأن عندها رياكتيفيتي قوية بسبب هاي الحلقة. لكن هذا الرياكتيفيتي خلتها هدف للبيتا لاكتيميز، تيجي البيتا لاكتيميز تهاجم هنا الكربونيل والنيتروجين وتفتح الحلقة وبذلك تصير ineffective. الكلاسيفيكيشن مال البيتا لاكتاميز بالطبيعة حالياً متوافر موجود حالياً لحد الآن أرفض 900 نوع من البيتا لاكتاميز. لحد الآن أكو 900 نوع من هذا الإنزيم، وممكن يعني عدة بكتيريا، ممكن كل بكتيريا يعني تقدر يعني كل نوع بكتيريا تقدر تسوي همين من أكثر من نوع من البيتا لاكتاميز. طبعاً هي أول ريبورت للريزيستنس طلع سنة 1940، قبل ما أصلاً البنسيلينز تبدي يعني عالمياً يعني تستهلك بصورة كثيرة. هاي معناها هو بالطبيعة الريزيستنس والريزيستنس والبكتيريا، يعني شيء طبيعي أنه هاي محصلة طبيعية أنه تطلع لي هاي الريزيستنس، لكن الاستخدام الخاطئ يزيدها بصورة كلش سريعة. طبعاً نبدأ الكلاس كلاسيفيكيشن، هذا يسموه أمبلر موليكولر كلاس، هذا سنة 1991 طلع يصنف البيتا لاكتاميز. شنو؟ نعم؟
الصوت راح بالك. كملي كملي دكتورة. نعم طبعا هذا الـ classification، هذا الـ classification عندي A والB والC والD. سوي ميوت أول خاطر يبقى بس الميكروفون يمج. تمام أنا صراحة وشوية علي صوتك آمنة. تمام علي صوتك آمنة. يلا انطلقي يلا انطلقي تمام صراحة فهذا الكلاسيفيكيشن نبدي به أنه عندنا أول شيء كلاس A يقسم إلى 1 و2 و3 وكلاس B وC وD. كلاس A1 اللي هو بس البنسلينيز بس يحللوا لي البنسلين فقط يشتغلون على البنسلين. بهاي الحالة يجتي السيفالوسبارين والبيتا لاكتميز انهيبيترز هذول وقفوا عمل هذا الكلاس. بالنتيجة ايش طلعت لي البكتيريا؟ طلعت لي الاكستندد سبيكترام بيتا لاكتميز اللي هما رمزهم الاي اس بي ال. هذول قاموا يحللوا لي البنسلين وصعدوا للسيفالوسبارين ووصلوا الى كلاسات عالية من السيفالوسبارين للثيرد جنريشن، وقسم قامت اصلا تحلل حتى السيفيبيم. وهذا والمشكلة بالاي اس بي الله هنا انه البرودكشن مالته عالي، الريزيستنس مالته عالي، يعني بفترة قصيرة راسا يطلع لي ريزيستنس، فهذا مشكلة عالمية. يعني هذا كلش هذا الكلاس من المشاكل العالمية حاليا. عندي الكلاس A3 اللي هم الكاربابينيميز، دول يحللوا لي الكاربابينيمز، دول بعد أسوأ، بعد ما يفيدني لا ميرونيم لا تينام اللي هم كانوا اللاست ريزورت. يعني أنا بعد آخر خط دفاع عندنا كان هو بس الكاربابينيمز، هنا ينتهي شغلهم. كلاس B هذول يسموهم الميتالو، الميتالو دول يحللون كل شيء وحاليا ماكو أي انتبايتك يشتغل عليهم، حالياً ماكو أي انتبايتك يشتغل عليهم. طبعاً هم يسموهم ميتالو لأن بالأكتف سايت عندهم زنك، هذا الزنك ماكو انتبايتك عندي يشتغل عليه يقدر يقاومه، ما عدا وجدوا أنه الـ EDTA هو يسوي لاتيليشن، لكن هذا طبعاً هو سام بالنسبة للإنسان ما أقدر أستعمله. عندي كلاس C يسموهم أمبلر C، دول هم يعني يحللون للسيفالوسبورين وصولاً إلى third generation، لكن أنه الفرقهم عن الـ ESBL أنه هم كروموسوم مو بلازمت. الـ ESBL هو بلازمت مات الانتقال، هنا كروموسوم. هسه هنشوف الفرق ليش هيجي. وعندنا كلاس دي اللي هم أوكساسيلينيز، هذول أكثر شيء موجود بالسيدوموناس والأسينيتو بكتر بوماني، أيضا مشكلة كبيرة لأنه ماكو هواية انتبايتك تشتغل عليه. بالنسبة للSPL مثل ما قلنا تصعد للسيفالوسبورين، موجود أكثر شيء بالإنتيروبكترياسيا نيومونيا والإيكولاي. هنا الكاربابينيم حتكون هي الدراج أوف تشويس مالتي. ممكن أستعمل البيتا لاكتميز إنهيبيتر لكن فعاليتهم قليلة، فيقولون بالسيريوس إنفكشن نتجه للكاربابينيم. وطبعا هو مات هذا المود مال ريزيستنت هو بلازميد ميدييتد، سموه انتقال أفقي، فتقدر بكتيريا البكتيريا بنفس الوقت ينقل، فيصير أكو كروس ريزيستنس كلش عالية. عندي الأمبلر سي هذا راح يكون كروموسومال، لأنه كروموسومال هذا يسموه الانتقال العمودي، هذا حيكون ظهوره يعني أقل من الإي إس بي إل وبأنواع محددة، أنواع محددة منهم يشتغل عليهن الكاربابينيم. لكن وجدوا أنه مرات تصير genetic mutation فبحيث يسوون high level production من الإنزيم، هذا راح يكون أيضا resistant إلى كل السيفالوسبورين الموجودة، لكن هذا موجود بكميات جدا قليلة لحد الآن. الكاربابينيميز اللي هما أكثر شيء بالأسينيتو والسيدوموناس والإنتيروبكترياسيا اللي لقيناهم بالكلاس A3 وكلاس B وكلاس D. التريتمنت أوبشن الوحيد عندي ضدهم هو التيجاسايكلين والكولستين. التيجاسايكلين ينتمي لل
تتراسايكلين، فكذلك يسوي 13S subunit inhibition bacteriostatic. سبكترم مالته كلش عالي، الجرام بوزيتيف يشتغل على الجرام نيجاتيف معظمهن، ويشتغل لي على الانايروبس والاتيبيكالز، لكن ما يغطي لي سيدوموناس ولا البروتياس. التيتراسايكلين المشكلة أنه هو مات الديستريبيوشن بالبلاد كلش قليل، فما يفيدني بالبلاد انفكشن. تركيزه باليورين كلش قليل، هم يفيدني باليورين انفكشن. واللانج اكسبوجر بالإبيثيليال لايننج هم قليل. وعليه أيضا الـ FDA mortality risk وجدوا بسنة 2020 حطوا mortality يعني risk warning أنه استعماله بيزيد المورتاليتي، وهذا يعني نقطة سوداء يعني أنه كلش مهم. فلذلك حاليا قل استعماله، لأنه يعني شيء مقليل أنه أنا أزيد المورتاليتي risk لpatient هو أصلا debilitating. عندي الكولستين، الكولستين هو كاتيونيك سايكليك ديكا بيبتايد، يعني ديكا هو يعني عشر بيبتايدات متكون. الفانكشن مالته كلش حلو ويونيك، يسحب كالسيوم ومغنيسيوم من السيل ممبرين مال البكتيريا، فيسوي لي سيل لايسيس، حيلعب بالانتجريتي مال السيل ممبرين وحتتحطم السيل. سبكترم مالته بس جرام نيجاتيف، لكن ما يغطي لي لا البروتياس لا البوركاديريا ولا السيراشيا. طبعا هو الكولستين بسنة 2009 هو موجود قديما في أمريكا استعماله، لكن توقفوا عن استعماله في سنة 1960 لأنه عنده سايد افكت بروفايل قوي. لكن ويا الريزيستنس الحالية رجع استعماله، لأنه كدواء ما استعمل لفترة طويلة، فالريزيستنس حاليا إلى قليلة. وبسبب مات الميكانيزم مال أكشن مات الفريد من نوعه، فينطي هذه السبكترم الحلو. الكولستيميثيت هو البرودراج مال الكولستين، هو اللي يعني هو الجزيء المرتبطة بالكولستين، من يدخل الجسم يتفككون. كولستيميثيت مات رينال إليمينيشن، الكولستين إليمينيشن نان رينال. وطبعا الكولستين هو ريكومندد أز كومبينيشن ثيرابي، ما ينصح استعماله وحده، لأنه لقوا إذا يستعمل وحده الريزيستنس ميكانيزم تصير إلى أكثر بصورة أسرع، فيستعمل ككومبينيشن. دكتورة من العفو، حتى التيجيسايكلين shouldn't be used lonely، لأنه البنتريشن مالته كلش عالي، فما يبقى بالبلاد، ف should be combined with other agents حتى التيجيسايكلين. تمام أوكي عفوا. لا شكرا دكتور. والكولستين هو المزعج به هو نيفروتوكسيك ونيوروتوكسيك، لكن النيفروتوكسيسيتي هو dose dependent، يعني مرات بس نقطع الكولستين ممكن ترجع الرينا. نيوروتوكسيسيتي range from الباراستيزيا to أبنية. هاي كملخص عن اللي حكيناه، أنه إحنا بدينا بنسيلينز، بعدين صارت البيتا لاكتميز، سووا السيفالوسفورينز والبيتا لاكتميز إنهيبيتر، إجتنا الأمبيلار سي، وراها إجانا الكاربابينيمس، حاربنا الأمبيلار سي والإي أس بي أل، بعدين طلعت لي الكاربابينيميز، واللي هو حالياً هم لازم أنتج علاجات جديدة تشتغل لي على هاي الجروب الجديد. نبدأ بأول علاج اللي هو الزيرباكسا. الزيرباكسا هو نتج سنة 2016 جانواري، اللي صار للFDA approval. هو يتكون من السيفتولوزين والتازوباكتام. سيفتولوزين هو سيفالوسبورين 5th generation انتي سيدومونال، اكتيفيتي مالته اكثر شيء ضد سيدومونس والاي اس بي ال، نفس الميكانيزم مال اكشن مال السيفالوسبورين والبنسيلينز، هو بايند للبنسيلين بايندينج بروتيز. طبعا بسبب السايد تشينز مالته اللي هي قريبه للسيفتازيديم، بخاصية حلوة أنه يعني اللي هي تعزى إليها الأكتيفيتي مالته ضد السيدوموناس، لأن السيدوموناس المزعج بيها كبكتيريا عندها أكثر من ريزيستنس ميكانيزم بنفس الوقت، يعني عندها بيتا لاكتيميز، عندها مثلا إفلكس ميكانيزم تطلع لي الأنتيبايوتيك من البكتيريا بنفس الوقت، فلذلك هي
هيك مزعجة وهيك صعبة محاربتها. استفتون زينب بسبب السايد تشينز مالته هو يقدر يمنع السيدومونس من أنه تطبق عليه الإفلكس ميكانيزم، فيقدر يبقى بالخلية لفترة أطول. فهذا بسبب هذا الأكتيفيتي مالته ضد السيدومونس كلش عالية، بالإضافة للتازوباكتام اللي هو بيتالاكتيميز إنهيبيتر. طبعاً البيتالاكتيميز هم لهم نفس الكور مال البيتالاكتام، نفس هاي الحلقة، تختلف عندي السايد تشين. فبدل ما يجي البيتالاكتيميز يجم على البيتالاكتام مال الانتيبايتك مالتي، حتيجي هي الإنهيبيتر حتيجم على الإنزيم، وهي حت بحيث يعني تحبسه ما تخليه أنه يحلل لي الانتيبايتك مالتي. طبعاً التازوباكتام هو شغله فقط على الـ A والـ C وما يشتغل على الكاربابينيميز. يعني لحد الآن أنا ما عندي ما وقفت عمل الكاربابينيميز، لكن وفرت أوبشن ثاني قوي ضد السيدومونس. هاي أكتيفيتي ما ضد الكلاسات أنه هنا يشتغل لي على الـ A1 والـ 2 لكن ما يشتغل على الكاربابينيميز، يشتغل لي على الـ C لكن بهاي كونستريشن. يعني في حالات الميوتيشن هو ما راح يكون ذاك الفعال، كلاس دي بعدني أنا غير فعال. هاي الانديكيشنز اللي هو صار لها FDA approved: انترا ابدومينال انفكشن، اليوريناري تراكت، والهوسبيتال اكوارد نيومونيا، والفاب. الدوز هي 1 غرام من السيفتولوزين ونص غرام للتازوباكتام every 8 hours. بالنسبة لليوريناري نفس الشيء. عندي بس للهوسبيتال أكوارد والفنتيليتر حتتضاعف الدوز، صار 2 جرام وبواحد جرام. الترايلز ماتي عندي 3 فيز 3، هما أسبكت الانترا أبدومينال، أسبكت يوتي آي، وأسبكت نوزوكوميا. للانترا أبدومينال أنه أساين 993 patients سوالهم randomization، الوان آرم اللي هي الزرباكسة زائد الفلاجيل، وان آرم receive الميروني. الاند بوينت ماتي كان الكلينيكال كيور ريت at 24 إلى 32 day after treatment initiation. الريزولت ماتي أنه كان الزرباكسة non inferior بواقع 83% مقارنة بالميرونيم اللي هو 87.3. طبعاً النون إنفيريوريتي أنه يكون الديفرنس أقل من 5%، فهنا أتشيفت نون إنفيريوريتي. أدفرس إفكتس مالته كانت توليريتد، ماكو شيء كان سيفير أو يعني مبتعد عن واقع الأنتيبايتكس أو الكلاس مالته سيفالوسبوري. بالنسبة لليوتي آي هنا استعملوه ويا الليفوفلوكساسين، أيضاً achieved non-inferiority بواقع 76.9% ضد الليفو اللي هو 68.4%. والإراديكيشن ريت مال مايكروبيولوجيكال همين كان مفضل أكثر للزرباكسة. بالنسبة للنوزوكوميال نيومونيا كان ضد الميرونيم، كان الـ endpoint ماتي هو day 28 all-cause mortality، كان أقل بالزرباكسة بواقع 24% والميرونيم بواقع 25.3%، وهذا أيضاً ثبت هو non-inferior. من كل هاي الدراسات يعني يتضح لي أنه الزرباكسة كثيرابي للسيدومونال شغلة جداً حلو، وأقدر أستخدمها كإمبيريك تريتمنت لجرام نيجاتيف مولتي دراج ريزيستنت بكتيريا باليو تي آي، بالإنترا أبدومينال، الهاب، والفاب. الفارماكوكينيتيك ماتك جداً متوقعة مثل السيفالوسبوريز البقية، عند التشو ديستريبيوشن باللانكس حلو، وأيضاً هو كاربابينيم سبيرينج اوبشن. يعني أنا من استخدم شيء نارو ثيرابيوتيك يعني مات السبيكتروم يكون أفضل من الكاربابينيم، لأن أنا الكاربابينيم أبقى أظل أريد أحافظ عليها حتى تقل يعني عندي الكاربابينيميز، حتى لا تطلع عندي الكاربابينيميز بصورة عالية. نجي الدرج الثاني اللي هو الزافيزيفتر. دكتورة بس إذا ممكن قبل لا تنتقلين للزافيزيفتر، يعني هو بالنسبة للزرباكسة
ليش دخل بالجايد لاين؟ هسه دخل بالجايد لاين وحتى الدول المجاورة يعني حتى مثلا هاي الأردن اللي هي تعتبر يعني دولة فقيرة نسبيا ده تستعمله، لأنه ولو هو ما يشتغل على الكاربابيناميز ولكن راح يسوي لنا سبيرنج، ما حنضطر نستخدم الميروبينام وأخوته التاينامو والالترابينام. فبهالحالة راح نخلي ما نخلي الكاربابيناميز يزيد، وبنفس الوقت we are achieving the goal in treating the patient. ولهذا هذا خلاه يعني non-inferior study كل ساعدتنا انه احنا ما نتخوف ونقول لا الا هسه الا ميرونيم. ده تشوفون هسه مثلا احنا حتى بال 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 بالopportunistic infection اللي ده تصير ويا الكوفيد راسا يعني روح على ميرونيم 1 جرام باي 3 كذا. لا لو كان موجود الزيرباكسا احنا ممكن نستخدمه، فما نخلي تزيد الكاربابيناميز، وبنفس الوقت we are achieving the goal انه مريضنا ده يطيب. هاي ال what's good in Zervaxa اللي هو هاي الخطة الكلش بديعة، وهو non inferior لا للميروبينام ولا بالضبط. فإذا we can use it، إحنا we are achieving our goal in treating our patient وما مزيدين الريزيستنس، ولو هو ما يشتغل على الكاربابيناميز بس راح نقلل indirectly الكاربابيناميز بالمجتمع. شكرا جزيلا. بس هي اكو يعني النون انفيريوريتي نعم. يعني شفناها النون انفيريوريتي يعني شفناها نعم. يعني بمقدار قليل عن الميروبينام، معناتها انه تقريبا بقد البرسنتج اللي تعالجوا بالزيرباكسا اكو ناس تعالجوا بالميروبينام نعم. وصاروا زين. لا صحيح، لكن ارجع صح العفو صحيح دكتور حيدر، ولكن احنا هي هاي شنو فائده الدراسه هي ليش 3 فيزز؟ انت اول مره تثبت فعاليه، بعدين تريد تشوفه هل هو انفيرير للبراكتس اللي عندك. الجايد لاين تقول ميروبينام كانت، ولكن هل انه انفيرير تو ميروبينام؟ نو، من نوت انفيرير تو ميروبينام. اذا انت تستعمله بدون ان تخاف، ويعني تدري دكتور حيدر هي يعني صارت الاي سي يوات كلها وحتى ببعض الردهات اللي هي سيمي هوت ارياز انه ميروبينام تينا ميروبينام ميروبينام ميروبينام، فصارت هاي الريزيستنس العاليه. من انت عندك بديل هسه، وهذا البديل ما مكون من شيء واحد، مكون من جزئين بسيطات وممكن انت تكاسر بيها بحيث تقلل اللود. انت كل دواء يصير عليه لود هسه، اذا من احنا كلنا نستخدم سيفتريكزون، السيفتريكزون صار ما شكر هاي ماكو شيء. فهي هاي الفكرة إنه أنت تجد بديل نون إنفيريور وتقلل الريزيستنس بهالطريقة. أعتقد إنه الموضوع إنه هو تجد بديل نون إنفيريور وما يشتغل عليه الكاربابيناميز. Exactly. Exactly. This is the point. This is the point. هذا اللي this is what's good in Zervaxa. وهذا اللي إحنا طبعاً المفروض طبعاً همنا قدم إلى الوزارة والوزارة رفضته. وكان بسبب استعجال الشركة ما قدروا they couldn't present them well يعني. فأوكي احنا نكمل وبعدين نشوف الجسمة. أوكي احكينا على سافي زفتة دكتورة آمنة عيني. نعم سافي زفتة اللي هو يتكون لي من السفتازيديم والأفيباكتام، طبعا صار له FDA approved فبروري 2015. السفتازيديم هو نفسه يعني منتج سيفالوسبورين قديم مستعمل وبكثرة، وهو معروف بالانتيسيدومونال اكتيفيتي مالته بسبب السايد تشين. لكن الجديد هنا هو عندي الافيباكتام. افيباكتام هو اول نوع من كلاسه، هو بيتا لاكتاميز انهيبيتر، لكن ما يتكون لي من البيتا لاكتام رينج. هاي الخاصية كلش مهمة. هذا الرينج ماتر كور يسموها داي ازا أزا نسبة للنيتروجين باي سايكلو أوكتان، حلقهم مجموع الحلقتين هو 8 ذرات كربون. بسبب راح نشوف أنه هاي اليونيك كيمستري مالته وفر للسيفتازيديم سبيكترام عالي يشمل كلاس A C وقسم من كلاس D اللي هما ما كان عندي بيتالاكتيميز يشتغل عليهم. هذا هو الشيء الجديد. هنشوف مثل ما نشوف هنا، وأيضا يشتغل على الكاربابينيم على الكليبسيلا نيومونيا كاربابينيميز
اللي هو هذا الشيء همين جديد حاليا، هو كأول واحد النتج يشتغل على الكاربابينيميز عدة مقاومة إلهن ويشتغل لي على الأوكساسيلينيز، لكن بعدني الكلاس بي ما عندي لحد الآن أوبشن إله. الأفيباكتام نشوف هاي البيتا لاكتميز الانهيبيترز القديمة بسبب هذا اليونيك ستراكتشر مالته انطاني ثلاث خواص اختلفت عنهم، أنه لأنه الستراكتشر مالته ما يشبه البيتا لاكتميز، الهيدروليسيس مالته أقل، انطاني سبيكتروم أوف أكتيفيتي أعلى، وهذا يرجع لميكانيزم مالته اليونيك. الميكانيزم أنه شنو؟ عندي بقية البيتا لاكتميز ذول الانهيبيترز من يجون يثبطون الانزيم شو يسوي؟ هو يرتبط بالانزيم وبعد ها هي تثبط، صار راح يصير انه تنفتح حلقه البيتا لاكتان وترتبط بالانزيم وها هي انا خسرت مالتي البيتا لاكتميز انهيبيتر. الافيباكتام لا، يجي يرتبط بالانزيم بعدين يسوي ريسايكلايزيشن تنسد الحلقه مالته ويرجع يثبط لي موليكول ثانيه مال الانزيم، وهاي الخاصية خلتها أنه أكو فاليو اسمها تورن أوفر اللي هي المولكيول اللي أحتاجها من الإنهيبيتر حتى أثبط إنزيم واحد. بالنسبة للكلافيرونيك أسيد أحتاج 214 مولكيول حتى أثبط إنزيم واحد، بالنسبة للتازوباكتام أحتاج 55 مولكيول حتى أثبط إنزيم واحد، للأفيباكتام وحدة أحتاج أفيباكتام وحدة حتى أثبط لي إنزيم واحد. فهذا انطاء مالته الوايد سبيكتروم اوف اكتيفيتي. دكتوره يعني نفهم من ذلك انه الموضوع له علاقه بالتركيز، بكميه يعني بكميه البيتا لاكتاميز المولكيولز اللي موجوده هاي يعني. نعم هاي همين فاكتور، هاي همين فاكتور، لكن يعني معناتها انه مثلا انا من اريد استخدم فد انتيبايوتيك بي مثلا تازوباكتام والمريض مثلا سبسز وكلش يعني بكتيريما كلش قويه عنده، فيحتاج استخدم كونستريشن عالي يعني دوزات عاليه من التازوباكتام. لا مو شرط، مو شرط، لانه اني همين عندي يعني همين انا مو شرط هذا، لانه اني البكتيريا يعني عندي همين الريزيستنس ميكانيزم ثانيه، يعني اني مو بس انه البيتا لاكتميز راح اضبطه، يعني ممكن أنا ثبتت بس هو العلاقة بالconcentration of both of يعني البيتا لاكتاميز inhibitor والبيتا لاكتاميز همين يدخل فاكتور، لكن أنا ما أقدر أزيده، يعني هو همين بيتا لاكتاميز inhibitors هي همين بها fixed، لأنه يعني fixed لأنه هما لقوا هذا مثلا هذا الدوز هو هذا اللي هنا هو effective، يعني ممكن أكثر هو ineffective لأنه راح يصير له inhibitions mechanisms ثانية، لأن أنا ما أواجه بس البيتا لاكتاميز، تواجه الإفلكس بروت، الإفلكس ميكانيزم، البورينز ممكن يغير لي أيضاً الميكانيزم اللخ، يغير لي البنسلين بايندينج بروتين بحيث تيجي الأنتي بكتيريال العفو الأنتي بايوتيك بحيث ما تقدر ترتبط على الريسبتر مالتها. فأني هاي مو الميكانيزم مالتي الوحيدة. صحيح مو الوحيدة، بس احنا لذلك نلاحظ بالسترونج انفكشن يعني تنطي دوزات عالية من الأنتي بايوتيكس. تمام صح. اي تمام. هاي هنا حنلاحظ السبكتروم مالته غطى لي كل كلاس A، حيغطي لي كلاس C كله، وكلاس D حيغطي لي بس الأوكساسيلينيز 48، هاي يعني سبسيت من الكلاس D مو كله. قسم من الأسينيتو بكتر هي من جماعة الأوكساسيلينيز 48. الانديكيشنز اللي هو FDA approved إلها هو الانترا أبدومينال بواقع 2 غرام إلى نص غرام أفيباكتام كل 8 ساعات يعني by 3، واليوتي نفس الدوز، والهوسبيتال أكوارد نيومونيا including باب، وعندي FDA approval رابع العفو اللي هو infections due to aerobic gram negative in patients with limited treatment options بسبب أنه الفعالية مات، بسبب الوايد سبيكترام مات، فحطوا هذا للإنفكشنز الباقية كأنما سبسز بلاد ستريم أو أي إنفكشن بي نتوقع جرام نيجاتيف، وعندنا يعني ليميت يعني الريزيست يعني ما عندي فدي تريتمنت أوبشن ثاني. الكلينيكال ترايلز هما ستة، فيز 3
عندي ريكليم 1 2 3 للانترا ابدومينال، الريكابتشر 1 و 2 لليو تي اي، والريبروف للهاب والباب. الريكليم 1 2 3 هو للانترا ابدومينال، الزافي سيفتا ويا الفلاجيل ضد الميرونيوم. ايضا لقوا انه هو نان انفيريور بواقع 82.5% نسبه للميرونيوم اللي هو 84.9%، والسيفتي بروفايل مالته كان ايضا مشابه لباقي السيفالوسبورين لانه السيفتازيديم يعني بريدكتبل، والافيباكتام ايضا كان توليريتد يعني ما كان عنده السايد افكت بروفايل قوي. الريكابتشر 1 و 2 لليو تي اي كان ضد الدوريبينم، وايضا كان نون انفيريور بواقع الزافي سيفتا 70.2 والدوريبينم 66.2، والريبروف اللي هي كانت الهاب والباب النوزوكوميال نيومونيا كان بمواجهة الميرونيم، فكان الزافي سيفتا 68.8% والميرونيم 73%. طبعا الفائدة الزافي سيفتا حاليا يعني من كل اللي شفناه انه اني وفرت لي هم يعني نرجع الى الفقرة اللي ذكرناها بالسير باكسة انه كان بابينم سبيرينج اوبشن، وايضا انه عدها عندي سبيكترم عالي مال اكتيفيتي دي يشمل لي كاربابينيميز يعني من الكلاس اي، وايضا الاوكساسيلينيز اللي هم من الكلاس دي. هاي كمقارنة بسيطة بين الزافي سيفتا والزيرباكسة. طبعا هم كاختصار أنه حاليا ينصح أنه الزيرباكسة استخدامه أقوى بالنسبة للسيدوموناس MDR، خصوصا MDR سيدوموناس. الزافي سيفتا يعني البوتنشيال ماته هو against الـ ESBL والكاربابينيميز. هاي خلصنا الزيرباكسا والزافيسيفتا اللي هما أبرز شيء يعني، ومن أول الأنتيبيوتكس اللي تم إنتاجها بهاي الأنيتيتف. هسه راح نشوف الأنتيبيوتكس يعني نظرة سريعة على الأنتيبيوتكس البقية اللي انتجت بهاي المبادرة. عندنا أول شيء هو الميروفينم والبابوروباكتام بابومير الأبروفت in August 2017. الـ FDA سوت له approval للـ UTI. الـ EMA الـ Emergency Medicine Agency in Europe سوت له approval للـ UTI بالإضافة للـ intra-abdominal والـ VAP والـ HAP. طبعاً الـ Meropenem اللي هو هذا structure مالته اللي ينتمي للـ Carbapenems هو نفس الـ basic structure مال Penicillin Cephalosporin، لكن الفرق عندي هاي الـ side chain الحلقة هنا كانت ذرة مال سولفر، هنا كانت هنا تحولت الى ذره كربون. هذا فرق يعني بالبيسك ستراكشر مال الميروبينم عن السيفالوسبورين والبنسلين. طبعا الميكانيزم مالته نفس الشيء، هو بايندينج للبنسلين بايندينج بروتينز فيمنع لي يسوي لي سيل لايسيس. عندي الفابوروباكتام هو همين بيتا لاكتيميز انهبيتر، لكن ايضا بستراكشر يونيك مشتق من البورونيك اسيد، هاي البورون مشتق من البورونيك أسيد. لكن المادة الأكتيفيتي هو ضد كلاس A and C، ما عنده أكتيفيتي لا كلاس B ولا كلاس D، لكن يوفر لي حماية من الكريبسيلا نيومونيا كاربابينيميز، يعني دي يحمي الكلاس A يعني بشمول الكاربابينيميز اللي هو هذا الشيء جديد، دي يحمي الميرونيم من الكاربابينيميز لكن بكلاس واحد مو بقية الكلاسات. الستديز مالته هو 2 فيز 3 تانجو 1 تانجو 2. تانجو 1 هي لليو تي اي كانت ضد التازوسين for minimum of 5 days. بالاند بوينت السكسس ريت مال هو found non inferior، كان السكسس ريت هو 98.4% ضد التازوسين اللي كان 94%. التانجو 2 كان لل confirmed or suspected carbapenem resistant enterobacteriaceae infection، يعني أي infection أنا إذا شك بيها
كاربابينيميز استعملوها له بمواجهة البي اي تي اللي هو بيست انتيبايتك ثيرابي، اللي أما كان كومبينيشن هرمون ثيرابي اعتمادا على اللي مناسب حسب الكلينيكال داتا اللي موجودة. بهاي الدراسة كان أيضا نون انفيريور، الكيور ريت كانت عالية بواقع 57.1% ضد ال بيست انتيبايتك ثيرابي اللي هو 26.7. أكو بس هذا الأصفر عادي؟ أنا ما أعرف شو أسوي لميوت. تروحين على اسمه وتسوي لميوت. هو على الparticipant تروحين على الparticipant. على اسمه وتسوي لميوت. Option mute all. تمام. نكمل. بالنسبة للتانجو 2 كان أيضا الـ 28-day mortality كان عالي بواقع 17.9% بالنسبة للفابومير و 33.3% نسبة للـ best antibiotic therapy، وهذا يعني شيء كلش مبشر بالخير. لكن همين نرجع يعني المشكلة الرئيسية أنه هذا إذا يعني ممكن يصير بي مسيوز، لأنه هو ميروبينم صحيح يعني وفر لي حماية الفابوروباكتام، لكن ممكن أتوقع حتطلع لي ريزيستنس عالية بعدين، خصوصا أنه الكلاسات البقية ما دي وفر لي حماية من يمها. طبعا الادمينستريشن مالته هو 4 جرام 2 جرام ميروبينم و 2 جرام الفابومير. المات المتوفر يعني المانفاكتشرر مالته، طبعا المانفاكتشرر المانفاكتشرر مالتهم هم شركة اسمها ميلينتا، توفر بشكل فيالة بها 1 جرام 2 جرام بها 1 جرام ميرونيم و1 جرام فابوروباكتام. فطبعا هو كلش كوستي، يعني هو هذا يمكن من اكثر العلاجات الحالية سد نحكيها هو كوست، هاي هم مشكلته له. طبعاً safety profile ماتك كان predictable نسبة للميروبينم، والفابومير ما كان بي ذاك مشكلة. العلاج الثاني اللي هو بلازومايسين، هذا FDA approved on June 2018 لليوتي آي. البلازومايسين مشتق هو synthetic fully synthetic derived from سيسومايسين اللي هما من مجموعة الأمينوغلايكوسايد. طبعا هذا البلازومايسين عند اليونيك ستراكتشر هي هاي السايد تشينز، هاي السايد تشينز حتعطي هسه نشوف فد يعني سبيكتروم كلش حلو. هو العمل مالته مثل الامينو جلايكوسايد يرتبط بال 13S سب يونت، راح يسوي لي يعني بكتيريسايدال مانر، راح يمنع ال يعني ريبوسومز، فراح يسوي لي بكتيريسايدال مانر. سبيكتروم مالته هو كلش وايد، انه ضد الجرام نيجاتيف ضد الجرام بوزيتيف، لكن الاكتيفيتي مالته ضد السيدومانس والاسينيتو ضعيفه كلش، يعني قسم ايزوليس كان بيها لكن بصوره عامه كان ضعيف ضد السيدومانس والاسينيتو. شويه نحكي على الريزيستنس مال الامينوغلايكوسايد حتى نفهم شنو اليونيك ستراكتشر او شنو الفائده اللي دي يعطيني اياها البلازومايسين. طبعا الامينو جلايكوسايد الريزيستنس مالته هي ثلاثه، يا اما اكو الاي ام اي اللي هي امينو جلايكوسايد موديفاينج انزيمز اللي هي شبيهه البيتا لاكتاميز لكن تشتغل على الامينو جلايكوسايد، او عندي الافلكس بروتينز اللي هي تطلع لي الدواء من الخليه، او عندي تسوي لي انه الريزيستنس الاخ انه تحمي 13S سب يونت، تحميها بحيث تمنع المات الانتيبايتك يرتبط بها. من هذني كلهن الاي ام اي هو اكثر واحد موجود، وهو اكثر واحد موجود واكثر واحد انه اللي بيحلل لي الامينو جلايكوسايد. بسبب هاي
يونيك ستراكشر هاي السايد تشينز اللي هنا للبلازمايسين وجدوا انه هو مقاوم الهن، مقاوم بصوره قويه للاي ام اي، لكن هو غير مقاوم للريزيستنس ميكانيزمز البقيه، لذلك ما يشتغل على سيدوموناس لان قلنا هي تشمل لي اكثر من ريزيستنس ميكانيزم، ولا يشتغل على الاسينيتوباكتر لان هي كذلك كبكتيريا تاخذ الريزيستنس ميكانيزمز مال البكتيريا البقيه فتكتسب لي بصوره ريزيستنس بصوره اعلى. طبعا الكلينيكال ترايلز هما 2 فيز 3 إبيك وكير. الإبيك لليوتي كان ضد الميراني وكان أيضا نون إنفيريور، بلازمايسين 88% ضد الميراني 91.4%. هاي طبعا نرجع نذكر أنه الديفرنس بالنسب اللي FDA approved هو أقل من 5%. الكير هي للسيريوس إنفكشنز caused by carbapenem resistant enterobacteriaceae against colistin، وايضا هنا كان البلازمايسين كان عند lower all cause mortality at day 28 اللي هو 23.5 compared to colistin اللي هو 50%. هاي طبعا يرجع للبروفايل مال الكولستين اللي هو عنده سايد افكتس كلش قويه، واضافه الى انه يعني قلنا الكولستين ما نقدر نستعمله كمونوثيرابي، لازم وياه كومبينيشن، فهذا كأوبشن جدا حلو للبلازمايسين. الادمنستريشن مالته هو 15 ملي جرام بير كي جي مثل الاميكاسين مره يوميا بالنورمال رينال فانكشن، ونفس البروفايل بيكتشر نفس البروفايل مال امينو جلايكوسايد اللي هو نيفروتوكسيك اوتوتوكسيك، وما اقدر استعمله مثلا بالمايستينيا جريفز لانه يسوي لي نيوروماسكولار بلوك. عندي ذلك الأخ اللي هو الإرافا ساكلي، هذا FDA approved August 27 سنة 2018 for intra-abdominal infection. هذا طبعا يشبه، هو من مشتق من التتراساكلينز، لكن الفرق هي هاي المشتق من التتراساكلينز ونفس الشغل أنه على 13 sub-unit لكن بكتيريوستاتيك، مو مثل الأمينوغلايكوسات شغلها بكتيريسايدل مع أنه نفس السايت. طبعاً بالنسبة إلى يعني الحلو اللي إيش راح يوفر لي خاصية ترجع للريزيستنس مال التتراساكلينز. التتراساكلينز لها 4 مودز مال ريزيستنس، من يمهن أكو مود مال ريزيستنس اللي هو الإفلكس. هذا الإفلكس هو الأكثر واحد يعني أكثر واحد كومن بالبكتيريا نسبة للتتراساكلين. شي يصير أنه يا أما أكو specific transporter على السيل مال بكتيريا specific لهذا الانتيبايتك specific لهذا التتراساكلين رأساً يطلعه، أو بها يعني مو تكون specific أنه تطلع كل شيء بالخلية unrelated to the bacteria. طبعاً هاي النوع الثاني هي أخطر لأنه هي تطلع كل شيء بدون يعني ما بدون ستراكتشر بدون شيء، هاي تسوي لي MDR تسوي ملتي دراج ريزيستنس. لكن النوع الأول هو يعني يصدف أنه يعني من محاسن الأمور أنه هو أكثر نوع البكتيريا تسوي أنه يكون سبيسيفيك. طبعاً أكو يعني هي ريسبتورات معينة ترانسبورترز معينة بالجرام بوزيتيف بالجرام نيجاتيف، لكن ولقوا أنه أكثرية الترانسبورترز بالجرام نيجاتيف هي تكون تطلع التتراساكلينز البقية لكن ما تشتغل ضد المينوساكلين ولا التيجاساكلين، لكن بالأكو أنواع جديدة بدت لا تصير سنسيتيف للتيجاساكلين قسم تصير سنسيتيف للمينوساكلين. الإرابساكلين لقوا أنه بالكلينيكال لابراتوري أنه هو بيقدر يعبر هاي الترانسبورترز سبب ايضا الكيمستري مالته ستراكشر مالته يقدر يعبر هاي الترانسبورترز، لكن يبقى معرض للريزيستنس ميكانيزمز البقيه اللي هي مثلا البروتكشن مال السايت مال الارتباط ال13 سب يونت، بكتيريا تغير بالسايت فبحيث ما يقدر يرتبط بالريسبتورات مالته. طبعا اكتيفيتي مالته مثل التتراسايكلينز اكتيفيتي مالته سبيكترم حلو ضد الجرام نيجاتيف ضد الجرام بوزيتيف وايضا ضد الانايروبس. ممكن دكتوره انا دقيقه ذكرت
الإفلكس هو خلي أوضحها للأخوان بشكل أبسط. الإفلكس ميكانيزم هي فد خاصية معينة تسلكها بعض البكتيريا كريزيستنس. إحنا عندنا البكتيريا شلون أشبه لكم إياها، واحد بالبيت عنده بابتين بالباب الخارجية، فإلى القابلية إنه من شخص يجي، هذا الشخص غير مرغوب بي، راح يغثني، راح يأذيني، راح يحتشتايا تمام. فنفس الباب يدخل منه أكو باب ثانية نفسها يطلع من عندها من هناك بدون أن يدخل إلى داخل البيت ويأذيني. نفس الشيء البكتيريا مثلا عندها ميروبينام وهي سيدوموناس، تجي من دخل من الوول صار أبزورب من السيل وول، أكو قابلية للخلية البكتيرية أن تميز أنه هذا ميروبينام ممكن يؤذي السيل وول، ممكن يؤذي البكتيريا والإنتجريتي مالتها، فالطلعة من باب ثانية هي هاي الإفلكس. هذه مختصر مفيد، هاي الإفلكس ميكانيزم اللي هي جدا بسيطة، وبعض البكتيريا تسلكها حتى أصلا تخلص من الأنتيبايتيك وما يشتغل عليها بدون أي معركة قتالية، رأسا طب منها طلع منها مجرد بابتين بالسيل وول يطب منها يطلع منها. هاي حتى لا تكون احنا في اليوم ان شاء الله يعني نحكي عن هذا الموضوع بشكل اوسع يعني والله هو دكتور يعني هو ما شاء الله موضوع يعني متشعب يعني واحد ايش قد ما يقربي واحد ايش قد ما يقربي يعني ما شاء الله متشعب يعني هي حلوه لكن بها هوايه يعني معلومات تمام بس احنا نحاول نبسطها احنا نحاول نبسطها حتى لا تكون كلش كومبليكيتد يعني. اوكي تمام ماشي كملي ايرام سايكلينج. تمام الترايلز مالته هو عندي فيز 3 كلينيكال ترايلز اللي هم يعني هم اربع دراسات، اثنين للانترا ابدومينال واثنين لليو تي اي. طبعا احنا اذا نتذكر انه مات FDA approval هو للإنترا أبدومينال، وهسه حنعرف أنه هو ليش بس للإنترا أبدومينال. بالإنترا أبدومينال Ignite 1 وال 4 بالIgnite 1 كان للإرتابينام وكان non-inferior، بالIgnite 4 كان للميروبينام وأيضا كان non-inferior بأرقام حلوة. بالنسبة للUTI Ignite 2 و 3 كان بالIgnite 2 هو للليفوفلوكساسين لكن did not achieve statistical non-inferiority، كان بواقع 60.4% للليفوفلوكساسين 66.9%. بالIgnite 3 كان الإيرافاسايكلين ويا الإرتابينام وأيضا did not achieve non-inferiority. طبعا الواحد من يقرا البروفايل مال الفارماكوكاينتيك بروفايل هو الإيرافاسايكلين من اكثر التتراسايكلين كونسنتريتد ان يورين، فواحد يتوقع هو لليو تي اي انه ممكن يعطي نتائج حلوه، لكن لحد الان المانيفاكتشرر ما نزلوا الداتا كلها مال الدراستين، ولحد الان ما معروف ليش هو فشل، ما نزلوا سبب، ما نزلوا كل الداتا، فهاي بعدها pending النتائج مال الدراسة، فلذلك هو حاليا فاشل بالـ UTI فقط للإنترا أبدومينال يستعمل. طبعا الدوز مالت 1 ملي جرام بير كي جي اي في كل 12 ساعة، يحتاج للدوز adjustment بالسيفير هيباتيك impairment child buff class C. طبعا عند البروفايل مال التتراسايكلين اللي هو ما اقدر اللي يسوي لي chelation للكالسيوم، يعني سبب لي أنه مثلاً بالأطفال تأخر مال العظام، التيث ديسكولوريشن، كلها هاي تنطبق عليها. عندنا الأيج الداخ أيضاً كلش حلومات النتائج هو الإميبينم، سيلستاتين، وريلي باكتام، ريكاربيو. طبعاً إذا قسم الاسم مات الريل للريلي باكتام، الكارب للكاربابينم. والريو اللي هو لأنه 3 ages دا أستخدم. طبعاً صار لـ FDA approval بسنة 2019 جولاي للـ UTI والإنترا أبدومينال، يتكون لي من الإميبينم اللي هو يعني كاربابينم typical، ويتكون لي من السيلستاتين اللي هو دي هيدروبيبتايتيز 1 inhibitor
هذا الديهايدروبيبتايديز 1 اللي هو انزيم بالهيومن رينال يعني يسوي لي لايسيس للإيميبنم. هو الفائدة أنا من دا يحطوه مو الفائدة أنه يزيدون الهالف لايف مال التينام، لا هو مجرد حيبقى التينام متركز باليورين فأقدر أستخدمه نسبة لليو تي آي إنفكشنز. الريلي باك تام هو الأيجنت الثاني أخو الأفي باك تام اللي حاليا النتج نفس الستركتر، أيضا أنطاني أكتيفيتي وايد سبيكترام حلو، مجرد هاي البايبيريدين يسموها هاي الحلقة البايبيريدين تغيرت، مجرد تغيير بالسايد تشين أنطاني سبيكترام جديد. عنده أكتيفيتي للجرام، عنده أكتيفيتي للجرام بوزيتيف، عنده أكتيفيتي للجرام بوزيتيف والجرام نيجاتيف والأن أيروبيك والان ايروبيك. بس الريلي باك تام رجع لي اكتيفيتي الكلاس اي كاربابينيميز وكلاس سي، لكن لسبب ما واضح هو ما عنده اكتيفيتي للكلاس دي مثل الافي باك تام. يعني الافي باك تام كان يشتغل ضد كلاس دي اوكساسيلينيز، الريلي باك تام ما عنده هاي الاكتيفيتي. وسبب يعني هو لحد الان انه ليش هذا مع انه هما نفس الكور ستراكشر ما واضح الميكانيزم. بالنسبة للترايلز هما طبعاً صار لـ FDA approval بناءً على phase 2 trials للإنترا-أبدومينال ولليوتي آي. إنترا-أبدومينال كانت للتينام ريلي باك تام بواقع 250 و125 ضد التينام كان نون انفيريور، ولليوتي آي أيضاً ضد التينام كان أيضاً نون انفيريور بنتائج جداً حلوة. الفيز 3 trials اللي هم حالياً الـ results pending بعدها عندنا الـ restore 1 والـ restore 2. الـ restore 1 هو كان الـ الكاربيو ضد الكولستين للهاب والفاب والإنترا أبدومينر والـ UTI. طبعاً كان الـ clinical cure rate كلش حلو كان بواقع 71% ضد الكولستين اللي هو كان 40%. ونرجع نشوف أنه الكولستين عنده high cause mortality high all cause mortality. عندنا restore 2 هي ضد التازوسين للhospital acquired bacterial pneumonia. هاي حاليا الدراسات غير يعني نتائج الدراسة غير مشهورة، صارت هي في جانوري 2020 لحد الآن ما طالع النتائج. عندنا آخر agent بالجروب حالي، عندنا آخر agent antibiotic مصنع حالياً اللي هو سيفيدروكول. طبعاً هذا الشيء كلش حلو، الشيء كلش جديد، يختلف عن كل antibiotics يعني اللي موجودة عندي بالميكانيزم مالته. هذا صار لـ FDA approved نوفمبر 2019 for the UTI. هذا من يتكون؟ هنا يتكون هو سيفالوسبورين، هذا البيسك structure مالته وموجود بالسايد تشين. هاي الحلقة يسموها سيدوروفور. حتى نفهم الميكانيزم مالته الحلو هيجي لازم أول شيء راجع شوية عن الآيرون وأهميته بالجسم بالإنفكشن. طبعاً الآيرون هو كلش يعني موجود، الآيرون استخدامه بالجسم جداً كثير، وأيضاً المات الريجوليشن الميتابوليك ريجوليشن يكون كلش يعني في شيء مسيطر عليه من الجسم. البكتيريا تحتاج هذا الايرون للريدوكس رياكشن، فش تسوي؟ تسوي ترانسبورترز يسموها سيدوروفور، هاي تطلقها برا الخليه تاخذ الايرون بصورته الغير دائبه اللي هو فرك اللي هو Fe+3 وترجع للخليه تنفصل هاي السيدوروفور، الايرون تستعمل الخليه. هذا هنا ايش سووا؟ شوف هذا الميكانيزم، انه هذا بسبب الستركتشر مالته هذا السيدوروفور من حطه ويا الانتيبايوتيك هذا حيرتبط بالايرون ويدخل للخليه، لان الخليه حتى تعتبره هو سيدوروفور جايب الايرون، لكن هو بالحقيقه هذا الانتيبايوتيك مالته حينفصل عن الايرون وحيروح يشتغل على البنسلين بايندينج بروتين. بهالحالة أني قدرت أدخل الخلية كأكتف أبتيك، يعني حتجبر الخلية أنه تأخذ أكتف ترانسبورتر، ما يدخل لي بطريقة واحدة
عن البورين الباسيف ترانسبورت، فبحيث يكون يعني عرضة للميكانيزم of resistance اللي مألوفة بالبكتيريا. وأيضا بسبب السايد تشين مالته المميز هو راح يكون أقل عرضة للهيدروليسيس مال البيتا لاكتيميز، حيقدر يعبر من يمها. طبعا هاي الطريقة يسموها التروجان هورس استراتيجي، ومنها جاي اسمه. الاف اي هو رمز الايرون بالكيمستري، وتروجا اللي هو نسبة للميكانيزم اللي بيستخدمها كتروجان هورس. طبعا مات الاكتيفيتي هو بس للجرام نيجاتيف، ما عنده جرام بوزيتيف اور ان ايرون، لكن يشتغل ضد كل الكلاسات اي البي والسي والدي، يعني حتى البي اللي هو الميتالو اللي حاليا ما عندي اي انتيبايتك ضده هو ده يقدر يشتغل ضدها. اللي هذا شيء كلش قاعد وشيء كلش حلو انه قدرنا نوصل الانتيبايتك يقدر يشتغل عليها. الترايلز مالته عنده هو وحده فيز 2 واثنين فيز 3. الفيز 2 هي الابيكس لليو تي اي، كان ضد التينام، ايضا كان نون انفيريور ووصل يعني نتائج حلوه 73% versus 55%. الفيز 3 اللي هما كريديبل والابيكس، بالكريديبل كان للهاب والفاب سبسيس اور يو تي اي، يعني كل الانفكشنز اللي بيها كاربا بينيميز استخدموا ضدها، ضد البيست افيلبل ثيرابي. هنا للاسف وجدوا انه هو زيت الاول كوز مورتاليتي مالته كان هاير بنسبه يعني كبيره، الدي 28 كان 33.7، بينما للبيست انتيبايوتيك ثيرابي كان 18.4، اللي هو يعني شيء كلش مخيب للامال مع الاسف. بالدراسه الثانيه الابيكس للنوزوكوميال نيومونيا كان ضد الميروني، وهم يعني للأسف كان موجود all cause mortality مالته كان higher، لذلك حالياً الـ FDA حطت عليه warning أنه عدم استخدامه بالسبسيس، بالنوزوكوميال infections، يعني serious infections ممنوع استعماله لحد ما يعرفون أنه هاي الميكانيزم أو أنه ليش تزداد المورتاليتي بسببه. فحالياً هو فقط لل UTI، ماكو indication ثاني إلى. زين حالياً هسه هاي ال antibiotics نجت، يعني صارت هاي المبادرة عرفنا ونجت لي هاي ال antibiotics. زين أنا هسه شنو بمواجهة شنو؟ إحنا المشكلة أنه هوية ال pandemic، ال covid pandemic راح تجيني pandemic جديدة اللي هي post covid 19 pandemic بال antimicrobial resistance، لأنه ويا كل ال hospital admissions الجديدة ال intensive care admissions زادت، صار misuse لل antibiotic خصوصا ال azithromycin. azithro يعني هو broad spectrum antibiotic يشتغل له حتى على ال atypical، فصار misuse كلش قوي. هذا راح نتائجها راح حتكون مدمرة صراحة، يعني كل ما كان مدة أدور أقرأ التقارير كلها تتوقع راح تصير مشكلة يعني أكبر من الكوفيد ممكن بالأنتيميكروبيال ريزيستنس، لأن هاي سرعت العملية. يحتاج أنه هو وعي، أيضا وعي أنه يزداد بسبب هاي المشاكل بالبراكتس. مرات الأوت بيشنت براكتس همين هي إلها أثر، يعني مو مرات بس هي همين إلها أثر، لكن دي ينظر إلها يعني بصورة ثانوية. بس هي هاي الشغلات، يعني الشغلات الصغيرة اللي تبدي من البداية السيطر عليها حتى لا تكبر المشكلة. مو فقط بالآي سي يو أنا أنظر للأنتيميكروبيال ريزيستنس، لازم بكل مكان. المشكلة اللي تواجه الإنتاج أدوية الأنتيبايتكس هي مشكلة عالمية، مشكلة كابيتاليستيك، لأنه الأنتيبايتكس كعلاج يتطلب فاندينج كلش هواي، تتطلب أموال كبيرة، الريسيرش مالتها بعدين الترايلز الريزولتس كلها تاخذ سنوات، ممكن يعني انتيبايوتيك واحد ياخذ 10 سنوات. هاي تكون مكلفة مستهلكة لل R&D اللي هو Research and Development Department، هاي تكون كلش مكلفة. بالمقابل أنا من دا يطلع لي الانتيبايوتيك مثل ما شفنا قسم منها ما تقدر يعني ما أقدر استعملها بكل الانفكشنز،
فاني فهاي راح تقلل من قيمتها بالنسبه للسيلز. إضافة إلى أنه الأنتيبيوتيك أني من راح يطلع ما راح أقدر أستعمله بصورة كثيرة، لازم أني أسوي عندي تقنين بالاستهلاك حتى أخاف من الريزيستنس، فما راح ينتشر يعني المبيعات مالته مو مثل بقية الأدوية، ولا هو كرونيك يوز يستعمل أيام قليلة وينترك. فهاي كلها كل هاي الأسباب أنه الفاندينج مال الشركات الصغيرة ماكو لها فاندك بالنسبة للأنتيبايتك، فيعني مثل ما يقولون ده نخسر عقول، ده نخسر الأشخاص اللي ممكن يطلعون بأنتيبايتك جديدة بسبب هاي الأموال اللي ما تجيهم. لكن ذي السمر WHA تعاونت ويا ثلاث فارماسيوتيكال كومبانيز اللي هي روش، ميرك وجونسون أند جونسون، وحطوا فاند بقيمة 1 بليون دولار حتى يدعمون 36 شركة صغيرة، حتى يخلون الـ R&D department مالتهم يشتغل، يدعمون الريسيرش اللي هو قائم الآن حالياً، حتى تبقى أني أحافظ على هاي العقول، أحافظ على إنتاج مستمر من الأنتيبايتك. وأيضاً هالسنة انطلقت مبادرة اسمها AMR Action Fund، أيضاً بمساعدة الـ WHO، الـ European Investment Bank and Wellcome Trust، وهي 20 pharmaceutical company كلهم حطوا $1 بليون حتى يخلون الانتيبايوتيك بايبلاين مستمر، ينطون فلوس على مود يخلون هذا الدراج ديفلوبمنت مستمر، انه ابقى اني عندي نيو ايجنتس تو كومباوند ذس ريزيستنس. الايم مالتهم انه ينتجون بحلول 2030 2-4 نيو انتيبايوتكس، وهاي هم بعد يعني بعدها لحد الان باديه، بعدهم ما حطوا لها. Any questions؟ عاش تيدك دكتورة آمنة، ولو أنا انقطع عندي النت، هاي آخر سلايد ما كلش زين سمعته، بس عاش تيدك أي سؤال أخوان؟ أي سؤال؟ من أحلى المحاضرات اللي سمعتها لحد الآن، عاش تيدك دكتورة، شكراً شيء رائع جداً. شكراً جزيلاً. عندي مداخلة. نعم. طبعا اولا يعني احنا هاي المحاضره مو بس معنا يونيك انتيبايوتكس، حقيقه اللكتشر اند ذا لكتشرر واز يعني وير يونيك، ايضا فعلا محاضره يعني جدا جدا مفيده و يعني واسعه، شملت هوايه انفورميشن. انا بس دكتوره امنه دكتور وليد، يعني اكو من هذه المحاضره فد هوم مسج، انا يعني يمكن انا ودكتور وليد وحاكين به يمكن الف مره، هوم مسج ان جميعا كليتنا اللي خصوصا اللي نشتغل بالاي سي يو، انه هذا المشاكل هسه احنا اللي عندنا بالبلد من الانتيبايوتيك والريزيستنس، يعني انا هم اريد اخذ رايكم انه لو تبعت هذه الثلاث نقاط هسه اللي راح اقولها شنو اثرها بحل المشكله. أولاً all antibiotics should be available، مثل ما في كثير من دول الجوار كل هذا الني قسم كبير من هذا الني هسه الانتيبايوتكس سمعناها هي available هناك، all should be available، لازم تكون موجودة. النقطة الثانية أنه لازم culture and sensitivity used extensively، يعني بكل مكان، يعني بالاي سي يو، بالردهات، بالعيادات الخاصه، ويكون التركيز على المختبرات انه يكون بيرفكت كلتشر اند سنسيتيفيتي، مو كلاوات مثل ما هوايه هسه موجود في كثير من المختبرات، انه نركز عليها ونركز على انه كل كلتشر وسنسيتيفيتي تكون الديسكس مالت الانتيبايوتكس كلها تكون متوفره، يعني مو اني عندي ادويه ما بيها الديسكات، او عندي ديسكات والادويه ما موجوده. تمام. النقطة الثالثة هي deny abuse of antibiotics، يعني لازم هاي تنحط rules وتنحط punishment للدكتورز اللي يستخدمون يعني يسوون abuse للانتيبايوتيك سواء privately أو بالgovernmental hospital. فدكتورة آمنة ودكتور وليد، يعني أنتوا يعني دكتورة آمنة كمحاضرة ودكتور وليد كعامل بالآي سي يو قديم، يعني أنت شنو عندك شيء تضيف على هاي الثلاث نقاط؟ تمام، هو هذا الفكرة، هو شنو يعني هسه خلي حتى نجمل هذا اللي قلته كله، إحنا لازم عندنا إدارة للأنتيبايوتيك، هو استيوارتش يعني إدارة،
استيوارشيب للأنتيبايتكس. لازم الكل يؤمن أنه الاستعمال هذا الـ هذا الأبيوز والاستعمال الهزاردس يوز هذا بهالشكل للأنتيبايتكس هو ده يخسرنا. مثل ما تفضلت يجب توفر الأنتيبايتكس. احنا هسه بالعراق عندنا تقريبا 13 اوبشن موجود الموجودة. يعني مثلا اجيكم على فد مستشفى جدا بسيط والعراق هواية يدز لمرضى وش اسمه اللي هو المستشفى الامريكي في بيروت، عندهم 47 اوبشن. 47 اوبشن انا سائلهم بنفسي كم اوبشن عندهم؟ 47 اوبشن. هذه شو تخلي؟ تخلي الكلينيشن، احنا وين مشكلتنا؟ مشكلتنا يعني هسه كل المشتغلين اي سي يو يعرفون احنا مشكلتنا وين، انه احنا نريد المريض يطيب، ما نريد كلينيكال فيلير، ما نريد مريضنا يموت. زين، وبنفس الوقت هذا يخلينا نستعمل الانتيبايتكس الجديده. بس هذا حيخلي شيئين، اولا حيصير ريزيستنس، يعني انا ابقى استخدم ميروبينام 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 صارت ريزيستنس على الميروبينام. زين، الثاني هذه كوستي فتحمل الدوله عبء. هذا اللي خلى يصير انتي مايكروبال ستيوارتشيب. واحنا مثل ما تدري دكتور حيدر احنا استخدمناه وكلش فرقنا. من انت توسع الاوبشنز وتبدي الفكره بالستيوارتشيب، شنو للاخوان اللي ما مجربين هذا الموضوع، انه اني ابدي امبيريكال بكيفي. انت شلون حلوا العالم المشكله؟ انت ابدي شو تريد، اعطيك كل الاوبشنز وطبعا وفق الرولز. يعني مو يعني مثلا مو واحد عنده مثلا هسه نجي اني اكو محاضره ان شاء الله ناويين ننطيها شلون تكتب الانتيبايوتيك وشلون كذا وهو الانتيمايكروبال ستيوارتشيب بالتفصيل. عندي مثلا واحد من انجايتس، اعطيه الامبيريكال مال من انجايتس، ولكن وراها اسوي كلتشر واعرف يجوز هي تطلع بعدين لستيريا وسنسيتيف تو اموكسيسيلين او سمبل بنسلين. فاحنا طبعا هواي نوبات مريض شفناها، مريض على يطلع مثلا اسينوتوباكتر وعلى دوكسيدار تنحل مشكلته بعدين، ليش دا اعطي ميروبينام او تينام او كذا. فشاهد الكلام وين، مثل ما تفضلت حضرتك، كلنا نبدي امبيريكال وراسا ندز على الكلتشر، ننشط الكلتشر. الكلتشر بالمستشفيات موتي طبعا، ويعني اكو صار تعمد لان وجود البرايفت، تعمد بافشال الحكومي، افشال المختبرات الحكوميه والمستشفيات الحكوميه حتى يشتغل البرايفت. كنا نعرف هذا الموضوع. فاحنا مثلا بالنسبه لنا يدري دكتور حيدر شويه، هو احنا دائما على اتصال دائم، ندز مختبرنا ما يشتغل بالمدينه، ندز لمختبر معين، مختبر الاسكندرونه قريب بشارع المغرب، ويطلع لنا الكلتشر ويطلع لنا المينيمال انهبيتوري كونسنتريشن حتى نعرف ايش ننطي ونعرف قد ننطي. لانه هي مو بس يعني هي الانتي مايكروبال ستيوارتشيب، هسه ان شاء الله نحكي، هو 4 ديز الدراج والدوز والديوريشن والدي اسكاليشن. نجي في يوم نحكي بالتفصيل، اليوم ما اريد ان نخوض به. فلازم نعرف شلون نكتب، ما يصير نكتب ميروبينام 1 باي 1، ما يصير نكتب مثلا اميكاسين باي 3 وهكذا، لان هذا تايم هذا دوز هذا هواي تفاصيل ان شاء الله نحكيها بالمحاضره الجايه. بس هوم مسج من هاي المحاضره انه الموضوع خطر واكو ريزيستنس، ولازم احنا نعرف هاي الاوبشنز حتى من نحكي باكر عقب. انتم كلكم ان شاء الله فعالين في مكانكم وفي شو اسمه حتى بالمسيره الطبيه، فحتى لازم يجيبون هاي الاوبشنز حتى نقدر يطيبون المرضى. عندنا هواي عندنا يموتون نتيجه سكندري بكتيريال انفكشن نتيجه الكوفيد، فلو عندنا هاي الاوبشنز ممكن نبديلهم بها ويجوز هي الحل. ليش نخسر مريض وبنفس الوقت عندنا كلتشر بحيث ما نروح زايد ونستخدم هاي الادويه بشكل خاطئ ويصير مسيوز. وعاشت ايد الجميع. اذا اكو اي سؤال انا شوف الدكتوره عفراء، بس ليه سمحت اشوف؟ لا والله لا موجوده والله دكتور وليد، بس يعني حضرتك يعني اول شيء دكتوره امنه عاشت ايدها يعني على هاي المحاضره القيمه، وحضرتك حضرتك يعني اثريت النقاش ب يعني كل اللي كان في قلبي انه احكي، يعني حضرتك حكيته والله صراحه. حاضر. لانه الانتيبايوتيك فعلا يعني احنا بالنسبه لنا يعني مسيوز جدا لها، لانه يعني لازم هي تكون اكو فد اداره مركزيه لاستخدام الانتيبايوتيك.
هذا الشيء اللي أنا أقوله، إدارة مركزية، لأنه يعني ما يصير أنه كل واحد يجي مثلاً يعني يعني مع احترامي لكل زملائنا، كل زملائنا يعني دائماً مثلاً هسه أحكي على العنايات المركزة بالكوفيد، يعني مثلاً يتعاقب الأطباء على خفارات العناية المركزة، مثلاً كل واحد يجي يعني إحنا قسم من عندهم ما عندهم خبرة، يعني إحنا همينة، أنا أعترف إنه أنا مثلاً أنا ما عندي فد باع طويل في مسألة العناية المركزة، يعني لازم أكون مثلاً محطوطة في استراتيجي للأنتيبايتك، مثلاً أجي أشوف مثلاً أكو فد يعني ميرانيم صار داي 19 أو داي 20 على الميرانيم وليفوفلوكساسين والبيشنت الوايت بي سي ماتة يعني 24 ألف أو 28 ألف، يعني هاي ريزيستنس لو مو ريزيستنس، يعني اشوف اي اشوف الاكس راي مالته التشست اكس راي اشوفها يعني فشي مرعب يعني زين يعني عفراء. لازم اكو كلتشر ماكو ايه. ماكو شيء اسمه دكتور عفراء احنا كنا احنا يعني هذا النظام يدري دكتور حيدر بتفاصيله كل اربعاء نقعد نناقش شنو اللي المرضى مريض شنو ايش بدينا له امبيريكال وشنو صار كلينيكال امبروفمنت لو كلينيكال وورسنينج ونناقش شنو اللي زاد شنو اللي نقص الوايت بلس سيل هلقد كانت سير اكتيف بروتين هلقد كانت صارت هلقد البروكاسيتونين كان هلقد صار هلقد هذا اندزيج هذا اندزيج وشنو الكلتشر نتيجته وطبعا الكلتشر هسه ان شاء الله اكو محاضره انا مسويها كريتيكال كير مايكروبيولوجي كل بكتيريا شنو اصلها من نعرف احنا كل بكتيريا هاي كواغوليز نيجاتيف هاي كواغوليز بوزيتيف هذه مثلا شنو الفرق بين هاي البيسلس عن الكوكاي من يا عائله هذا جرام بوزيتيف جرام نيجاتيف لانه هذه لازم تنعرف ونعالج المريض بطريقه صحيحه حتى تحصلين نتائج والا ما عداها احنا كنا مثلا المرضى ندزهم للكلتشر يجي ويمكن دكتور حيدر ملامس هذا الموضوع المريض مسخم من الطهم وسبسز ندز كلتشر يطلع لنا نو جروث تمام دكتور بالضبط. حيدر بالضبط اي صح زين شنو معناتها هذا معناتها اكو خطا بالضبط. في خطا في طريقه الكلتشر احنا جبناهم شوفناهم المرضى اهل المايكروبيولوجي علمناهم شلون لازم يتعاملون ويا الموضوع وبالنتيجه المريض استفاد واحنا طلعنا نتائج وهو طبعا المريض هو بالنتيجه هو مريضنا فشاهد الكلام هذا الاستيوارد شيب ان شاء الله اني يعني النيكست ليكتشر راح تكون يعني ورا ما زينب تعطي محاضرتها باكر او شو وقت عن الاستيرويد راح نحكي على شلون نطبق الانتي مايكروبيال استيوارد شيب وان شاء الله يعني الامور تترتب يعني بوجودكم يعني دكتور وليد انا اقول مثلا البيشنت يعني من اول يوم اول ما نريد نبدي له الانتيبايوتيك ناخذ كلتشر ونبدي بالانتيبايوتيك exactly. الى ان exactly. تطلع نتيجه الكلتشر احنا exactly. هل نكون احنا ماشيين بالطريق الصحيح او ممكن انه نبدل الانتيبايوتيك exactly. هو هذا هو هذا مبدا الدي اسكاليشن انه تدرين دكتوره انا التقيت بدبي بطبيبه اسمها دكتوره سعاد دكتوره سعاد بالبحرين هاي هي اللي سوت الاستيوارشيب بالبحرين بالبحرين هسه خلال 48 ساعة انت مسموح نعم. لك اول 48 ساعة ايش تكتب اكتب انت ككلينيشن اكتب اللي تريده من الانتيبايتكس نعم. خلال 48 ساعة اذا انت طبعا لازم طالع الكلتشر اذا انت ما محدد وما مسوي دي اسكاليشن اكوردنج تو كلتشر انسنسيتيفيتي تعاقب هيجي انت بديت صح. اوكي بديت ميرونين بديت زرباكسا بديت اي شيء ولكن خلال 48 ساعه عندك كلتشر يطلع وطبعا طبعا طبعا تدرون يعني مبادئ الانتيبايوتكس كلها تغيرت هسه ان شاء الله نحكيها بالمحاضره الجايه ان شاء الله العفو العفو اذا تسمحوا لي بمداخله يعني هو الكلام يطول ونقول العله كبيره مثل ما نقول دكتور وليد المعلومات غنية ورائعة يعني أكثر من رائعة أوصفها لكن إذا أجي أحكي الواقع مالتنا يعني مبكي يعني يجوز واحد بالعشرة من اللي هسه إحنا قاعد نحكي أقدر أطبقه لا لا تقدرين دكتورة زينب أقول لك شلون أقول لك شلون نعم. دكتورة زينب أنت ما عليك بالأشياء ترى هو الاستيوارشيب مجرد يراد له ورقة وقلم
وناس انثوزياستيك. يعني انت عندك صيدلاني بالمستشفى باليونت او أكيد. بالمستشفى لو لا زين اكيد اكيد, أكيد. اكو مختبر اكيد اكو مختبر جيد بالمدينه او بالمحافظه تمام زين تمام. انت من اول يوم ترى المرضى باعي اني جربتها المريض ما عنده مانع يدفع 20,000 30,000 50,000 للكلتشر يريد يطيب ما عنده مشكله فأنتي معليش أنا إذا تريدين إن شاء الله المحاضرة الجاية إحنا ناويين نحكي على هذا الموضوع وشوفك شلون إحنا طبقنا إحنا همينة ترى بالمدينة أنا شفت دكتور وليد العفو لو أقاطعك تتذكر أنا من إجيت وزرتك من أخذت من عندك هي هاي محاضرة الستيوارتشيب أنا ترى طبقتها من يومها بس ممتاز. شنو هي لا لا مشاكلي شنو دكتور مثلا بالمختبر مالت المستشفى تخيل هسه إحنا مو عندنا المستشفى مالتنا كلها مال كوفيد تدري صار فترة تحولت يعني ما عندنا شيء غيرهم وما عدا الاي سي يو مالتي اللي باقيه العاديه مثلا التحاليل الموجوده بالمستشفى صار لنا فتره فقط سي بي سي يوريا كرياتينين راندوم بلاد شوجر نقطه دزي برا دزي برا دكتور انا ادز برا دكتور الديوانيه معروفه اكيد كلكم تعرفون انه من افقر المحافظات بالعراق اهلها ما عندهم دكتور احنا عندنا مرضى يموتون ما عندهم فلوس الدفنه والله زين زين إيه انت هذا اني شفتها اني شفتها ماكو اهلي من تمرضوا من اسوي الانفستيجيشنز الانفستيجيشن الوحده 500,000 مال احنا 3 نفرات هذا المختبر اللي قلت لك زين واللي يسوي انترلوكينسز هذا احكي لك اني واقع زين تيجي على الانتيبايتك انا طبعا ماشي قدر الامكان على هذا السيستم اللي تعلمته من عندك مثلا الانتيبايتكس احنا نبقى مثلا في شهرين عندنا بس في ترايكزون وجرامايسين صحيح. صحيح صارت وياي يا دكتور مثلا امشي على الكلتشر مو اكتب لهم انتيبايتك ما موجود بالمستشفى برا اجي القى اهل المريض انا ولو ما اريد ادوقكم بتفاصيل بس شوف هذا واقع مجتمعنا مشتكين علي لانه كاتبت لنا في شيء واكو انتيبايتك بالمستشفى زين هاي شو تحط لها والطيب اضحكش دكتوره اي دكتور اي اني تدرين اني كنت ادزهم يشتكون علي اي لا ما تدرين حتى اوفر الدواء تدرين شلون اكتب له الدواء واقول له روح للاداره دواء ولا حتى بالسي ار ار تي بالفلاتر بالمحاليل واقول له روح للاداره قل له هذا اكو فوق طبيب اسمه دكتور وليد ويمكن اللي مشتغلين وياي دكتور حسنين يمكن موجود هسه اللي مشتغلين وياي شايفيني بهاي اقول له روح قل له دكتور وليد فوق كاتب لي هذا الدواء والدواء ما موجود اخليه ينحرج المدير لا يقدر لانه يقول من يقول لي اقول له والله الكلتشر هيك تقول فهي انا اقول له صح مشاكل صح كذا بس والله طبعا يعني كلتشر ما عندنا بالمستشفى هم ازيدك اي صح لا لا ادزه برا لا لا ادزه برا اي شنو رايك اني اتفقت ويا وحده تشتغل على الكلتشر اي معركه دكتور والمشكلة انه الطبيب مخون ناس ما تفتهم تقودنا والثقة مفقودة بين الطبيب والمواطن المواطن معتبرك انت دا تخونه until proved otherwise اي صح صح بحيث انا مثلا اكو واحدة هم خوش بنية هي تشتغل على الكلتشر بالمستشفى فطول الوقت ما عندنا كلتشر فمتفقة وياها ادزل هي تشتغلهم من كل قلبها ومن تشك بشي تعيده بدون صح. يعني ما تزيد الكوست قمت أخاف دكتور قمت أخاف حتى اللي ما عنده شوية تقلل منها بس قمت أخاف لي يقولوا لي إيش معنى ويا هذا خاف عندها ديل كل شيء يسوون كل شيء يحكون والله العظيم والله صحيح كل شيء يسوون بس يلا شو نسوي هي ابتدينا بهالعراق اي والله بس اي بالضبط 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 ما نبطل اي بالضبط الله كريم عاشت إيدك دكتورة أتمنى في كل مستشفى أنا طبعا عود مكيفة بالصيدلانيات اللي عندي كلش خوش بنات بس حقيقة هسه شعرت بالنقص من سمعت الدكتورة وأتمنى بكل مكان أكو من عندها فترة كم نموذج الله يسلمك أكو قبل لا نترك المحاضرة أكو خبر حلو هسه قريته أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي أن التجارب السريرية لثالث لقاح ضد فيروس كورونا المستجد تم تطويره في روسيا ستنتهي ممتاز. بحلول شهر ديسمبر المقبل ممتاز الحمد لله الحمد لله الحمد لله خير وسلام ان شاء الله للجميع شكرا شكرا جزيلا عاشت ايدكم اجمعين وان شاء الله بكم الخير والبركه سلام للجميع ان شاء الله شكرا جزيلا ربي يحفظ الجميع يا رب شكرا لحضورك عاشت ايدك دكتور امن شكرا جزيلا عم وليد حبيبي شكرا جزيلا
شكرا جزيلا شكرا امنه شكرا تستنى ننتظر التبليغ على المحاضره الجايه عمو ننتظر على الجروب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله صار صار ان شاء الله في امان الله